افتتح محافظ مطروح خالد شعيب معرض أهلا رمضان الثاني أمام ديوان عام المحافظة، وذلك استمرارا لفتح مزيد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين استعدادا لحلول الشهر الكريم. وتفقد محافظ مطروح المواد الغذائية ومتابعة توفير السلع الرمضانية وتأكد من جودتها وأسعارها المخفضة مقارنة بمثيلتها في الأسواق، وذلك ضمن 22 معرضا لبيع السلع الغذائية المخفضة في رمضان على مستوى المحافظة. وشدد محافظ مطروح على ضرورة توافر كافة السلع واللحوم الطازجة بجودة عالية وبأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه سيتابع عمل المعرض والمعارض الأخرى الجاري تجهيزها. النهارده نفتتح المعرض رقم 2 في مدينه مرسى مطروح بعد افتتاح المعرض الاول في جوه سوق ليبيا. ده المعرض رقم 2 اللي كنا وعدنا بيه اللي هو امام ديوان عام المحافظه. الحمد لله شايف عدد المشاركين والعارضين عدد كبير جدا، في منافسه جميله في السعر، وكل الاسعار داخل هذا السوق احنا يعني قدمناها واستمعنا للمستهلكين، يعني اسعار الحمد لله مناسبه وتقل عن مثيلتها خارج هذا السوق من 20 ل 35%. الغرفة التجارية طبعا متابعة الأسعار يوميا، وأنا بشكر كل من ساهم في هذا المعرض. والنهارده برضه صباح اليوم تفقدنا قافلة السلع الغذائية المتنقلة اللي هي معرض متنقل يوصل للمستهلك لحد مكان إقامته، وخصوصا في القرى والتوابع اللي في الصحراء. النهارده تفقدنا هذه القافلة وأسعارها، والتمنين على الأسعار الموجودة فيها.